مساء الخير إلهام سلامتي، مبدعة وكاتبة، وكنشارك في معرض الكتاب هنا بالدار البيضاء في دورته 25 مع دار مقاربات للنشر، وبمجموعتي القصصية وردة من قصر الحمراء اللي وضع التقديم ديالها الدكتور يحيى عمارة، والمجموعة القصصية اللي كتحمل هذا الاسم ديال وردة من قصر الحمراء تقريبا فيها 12 قصة قصيرة. الأول وردة من قصر الحمراء اللي خدات جائزة في مهرجان الطالب في دورته الأولى، وكتنتهي بحب من زمان المعتقد الجميل، تقريبا 12 قصة قصيرة اللي كتحدث على المشاكل اللي كيعيشها إنسان الألفية الثالثة، واللي كيعيشها الطفل سورتو، المرأة، وهناك مواضيع كثيرة، موضوع الهجرة، موضوع الحرب، موضوع الفقر، الهجرة السرية. والحمد لله المشاركة ديالي لحد الحين كنشوف بانها مشاركه قيمه مع دار مقاربات للنشر، والتوزيع الحمد لله كان توزيع في المستوى، والاجواء المعرض الحمد لله كنشوف بان اقبال هذه السنه على الكتاب، على الكتاب الاكاديمي سورتو، وعلى الكتاب اللي كيكون الطالب ولا الباحث بحاجه لها في الاطاريح ديالو. والحمد لله كاي سنه الحضور، كنشوف الحضور اللي هو حضور مكثف للمدارس، وكنشوفوا هذه العوده ديال الاطفال سورتو اطفال المدارس للكتاب والقراءه، فمرحبا بالكتاب ومرحبا بالقراءة ومرحبا بالأجواء الجميلة في مدينة الدار البيضاء، وشكرا.